إذا ما هي أحدث صيحات الموضة في أسبوع باريس؟ وما هي أهم التصاميم الأكثر حظاً والتي لاقت أكثر رواجاً في وسائل الإعلام بأنواعها وفي مواقع التواصل الاجتماعي؟ ما هي أهم الملاحظات حول هذا الحدث العالمي؟ هل هناك بعض النوادر التي تلقفتها وسائل الإعلام؟ كل هذه الأسئلة سنطرحها في فقرتنا الأسبوعية، وتكون معنا فيها مصممة الأزياء سوزان السعدي، عضوة في مجلس دبي للتصميم والأزياء. سوزان صباح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا سهلا. يا هلا حبيبتي. طيب، أنت متابعة لأسبوع الموضة في باريس. تمام. بداية، قبل هذه الأسئلة اللي طرحناها، ما ميز هذا العام عن سابقة من الأعوام الموضات؟ أعتقد أكثر شيء ميز هاي السنة التركيز على حملة الومن امباورمنت. إحنا من بداية العام 2018 شفنا بهوليوود حملة تايمز أب، موضوع أنه بدهم يدعموا المرأة. نعم. والمساواة. نعم. وكل هاي إيقاف التحرش. بالضبط، هاي الأمور كثير عم بيركزوا عليها حاليا، سواء كان في هوليوود أو في الأزياء، لأن هذا الموضوع موجود سواء في عروض أزياء ديور وتصاميم ماريا غراتيا، وبنفس الوقت موجود في تصاميم مستوحاة من الإمرأة الإغريقية القوية. يعني شفنا كل أنواع التصاميم اللي تثبت أن المرأة قوية ناعمة، بس هذا زمنها. فيك تقولي أكثرها اللي لاقى رواج؟ أكثرها اللي لاقى رواج شخصيا أعتقد أنه هو ديور، لأنه ماريا غراتيا هي من أكثر المصممين اللي بدعموا هاي الحركة، وبدت فيها من قبل، حتى مش بس من أسبوع الموضة. هلأ هي بادية فيها تقريبا من لما انضمت للهاوس بتقريبا 18 شهر. فكل تصاميمها كانت من الأبيض والأسود، تميزت باللونين القويين هدول، وبنفس الوقت كانت معظمها بدلات اللي بيسموها الباور سوت. نعم. وبنفس الوقت هي مستوحيتها من فنانة أرجنتينية كانت معروفة بتمردها وبقوة شخصيتها، هي إذا ما خانتني الذاكرة اسمها إلينور فيلي. نعم. طيب، من خلال متابعتك أيضا للحدث هذا ومواقع التواصل الاجتماعي، أبرز ما تداولت حول هذا الحدث؟ أبرز شيء أعتقد دائما تصاميم المصممين العرب مثل زهير مراد وإلي. نعم. سعد، هي بتكون محط أنظار جميع رواد التواصل الاجتماعي. نعم. وخصوصا إذا فينا نحكي عن إلي صعب اللي رجع بتشكيلته لباريس بالعشرينات. نعم. فكل تشكيلته كانت عبارة عن ترتر، البابيونات الكتير كبار. حتى استعمل إكسسوارات من النظارات بترجع لحقبة العشرينات والمرأة الباريسية في العشرينات. وأهم إشي كان عمله في عرض أزيائه هو البرايد الكتور، اللي هو آخر لوك طلعه، كان breathtaking، يعني فعلا اخذ للانفاس من كثر ما كان تصميمه جميل. هو دائما تصاميمه رائعه، دائما تصاميمه جميله، بس هاي السنه بالذات لانه ابتعد عن اللون الابيض وكان فيه جليتر زياده، انا شخصيا كنت اغرمت في تشكيلته. طيب، صدى العروض العربيه في باريس كيف كان؟ ما شاء الله دائما رافعين راسنا. نعم. عن جد، سواء حكينا عن زهير مراد او إلي صعب اللي هم ايقونين، يعني شو بنقول، من أهم مصممي. نعم. دائما أسبوع على الموضة في باريس، بس كمان في عنا أسماء مثل جورج حبيقة اللي استوحى تشكيلته هاي السنة من الأمرأة الإغريقية، فاستعمل حتى نوعين من القماش، إشي كتير يكون هدل وبنفس الوقت إشي يكون كتير جامد ليعبر عن أنوثة المرأة بنعومة الفابريك وبنفس الوقت صلابتها وقوتها. بنفس الوقت استعمل ألوان كتير فاتحة مستوحيها من البحر المتوسط. نعم. واستعمل حتى في إكسسواراته أوراق الشجر أو الأجنحة اللي نحن دائما نربطها بأثينا والمرأة الإغريقية القديمة. نعم. فهذا كان واحد من أجمل العروض العربية. كمان ما فينا ننسى رامي العلي المصمم السوري، كمان أطلق تشكيلته استعرضها في ريتز في باريس، وكان مستوحي الفكرة تاعتها من رسمة اسمها أنجل. نعم. لواحد من الفنانين الفرنسيين، وكل تشكيلته كانت كتير، هو معروف بالجيومتريكس كتير بالهندسة. فكانت هندسية بس بنفس الوقت ناعمة، لأنه الموضوع ملاك وأجنحة وأشياء زي هيك، فحتى التطريز اللي استعمله كان دائما على شكل أجنحة، واستعمل ألوان فاتحة من الباستيل والروز والجولد، فعن جد كانوا رائعين كل المصممين العرب. نعم. طيب، هم تقريبا كم مصمم عربي شاركوا بهذا الحدث؟ صراحة ما فيني أحصر لك بالضبط. نعم. يعني فيني أعدد لك منهم، مثلا رامي قاضي، رامي العلي، زهير مراد، إلي صعب، وعندك جورج حبيقة، بالإضافة ل كتير غيرهم، بس هدول هم الفايف، يعني أقول لك الستارز. هم بالعادة كيف يستوحون الأفكار؟ من مخيلتهم أم يعتمدون على لاين معين أم كيف يكون؟
بيختلف صراحة. هلأ بهدول التشكيلات أنا اللي لاحظته إشي كان مستوحى من شخصية حقيقية، فنان آرتست أو من لوحة فنية مثلا أنتجت، ممكن حتى من حقبة زمنية معينة، فيختلف وبيعتمد على المصمم هو شو حاسس يعني. طيب مثلا نقول هذا سؤال مهم، هذه السنة أي الألوان دارجة؟ أو خلينا نقول هذا الموسم، هذا الشتاء، أي الألوان الدارجة الآن؟ هلا الشتاء يختلف، إحنا الأسبوع هذا كان عن ربيع وصيف، فأنا بقول لك على هذا أول. يعني إحنا ده نسبق، طيب ربيع وصيف. إحنا عم نسبق بالضبط. طيب. أكثر الألوان اللي شفناها دارجة بشكل غريب الأسود. الأسود هاي آخر كم موسم لربيع وصيف عم بدرج بشكل مهول ما بين كل دور الأزياء. وبنفس الوقت حتى وإن كان هو غالبا إحنا نعرف الأسود هو لون للشتاء exactly. يعني بس هو بالضبط. فالناس عم أعتقد الناس عم ترغبوا كتير، فمصممي الأزياء عم بربطوه بالقوة والفخامة. فعم نشوفه بأغلب عروض الأزياء. طيب. كمان اللون الزهري الباستيل الفاتح دائما الذهبي عم نلاقيه موجود. الأبيض حتى الأحمر كان موجود بكثافة في عرض زهير مراد. فيمكن اللون الوحيد اللي أنا فيني أقول لك هذا لازم ننتبه عليه هو البابل بينك، اللي هو لون العلكة تقريبا فيك تقول. طيب. أو غزل البنات. راجع بقوة أكثر من اللون الطافي الهادي اللي إحنا تعودنا عليه من قبل. فهذا شفناه بعروض أزياء رافن روسو، شفناه كتير بشانيل، فأعتقد رح يدرج كتير بربيع الصيف 2018. هو بالعادة سوزان منو يحدد أنه هذه الألوان رائجة في هذا الموسم؟ هل هم دور الأزياء أم بسبب حدث أم بسبب ماذا بالضبط؟ أعتقد هي أكثر دور الأزياء، لأنك لو رجعتي أنت للبانتون أو مثلا شو هو اللون اللي اختاروه كلون السنة 2018. نعم. هم اختاروا اللون البنفسجي. البنفسجي الداكن، فإحنا ما شفنا هذا البنفسجي الداكن يعني مش بكثرة لا بعروض الشتاء ولا بعروض الصيف، فأعتقد هو اللي بيحدد اللون فعليا مش جهة من برا عالم الأزياء، هم المصممين نفسهم. الآن لنتحدث عن تجربتك أنت سوزان في عالم الأزياء، حضرتك أيضا مصممة الأزياء صحيح؟ تمام. للمحجبات؟ أيوة، هي نقول هي ملابس المودس اللي. نعم. هي بتزبط للمحجبات وغير المحجبات. بديت بالمشروع من 2014 أنا وأختي التوأم. طيب. وسمينا الشركة وراء اسمينا، هي روان وأنا سوزان وزبطت روزان معنا. فالحمد لله بدينا وفزنا بعدة جوائز من تصاميمنا، منها جائزة رواد المستقبل وجائزة بالمركز الثاني ومسابقة هدفي لسيدات الأعمال. فالحمد لله عم نلاقي رواج على شبكات التواصل الاجتماعي اللي هي تقريبا السيلينج بوينت الأولى تاعتنا. نعم. من بيع أونلاين زي ما نقول. أنتم أيضا كمصممين مثلا في دولة الإمارات وفي بقية الدول العربية من خلال اطلاع سوزان، تمشون وراء اللون اللي دارج مثلا في باريس، انه بدك تقولين اللون البابل بينك، البابل بينك واللون البنفسجي، تحاولون تدخلوها في تصاميمكم بما انها دارجه؟ لانه صار المتابع العربي كتير ذكي، صار يتابع هاي العروض. نعم. صار يكون على اطلاع 100%. فلما تشوفي انت الملابس هاي على مشاهير هوليوود، لما تشوفيها بدور الازياء لا شعوريا بصير عندك رغبة انك تلبسيها. فاعتقد هيك صار معانا، لازم نكون متابعين الموضة 100%. نعم. وندخل الالوان اللي عم نشوفها دارجة في تشكيلاتنا. لكن ممكن اني او غيري عندي رغبة بارتداء هذا اللون او هذا اللون او اي لون معين، لكن احسه ما يناسب لون بشرتي، نصيحتك بهذا الخصوص؟ من كل لون لازم يكون في شيد معين بيناسب لون بشرتك. يعني انت مثلا لو ما كان يليق لك انت الاحمر الصارخ، في درجة معينة من الأحمر اللي بيكون مثلا على أورنج ممكن يلبق لك. نعم. فأنت تدوري على هاي الدرجة اللي بتناسب الأندرتون تاع بشرتك، وممكن لو ما قدرت تلبسي لونك بالضبط ممكن تلبسي مشتقاته. هناك مقاييس محددة سوزان، يعني مثلا يمكن أنا أشوفها تناسب بشرتي لكن هي غير يشوفها ما مناسبة، كيف ممكن أعرف أنه هي هل فعلا مناسبة أم لا؟ أعتقد هو مع التجربة دائما التجربة والخطأ دائما بيقولوا. نعم. ممكن تدركي شو الألوان المناسبة لإلك، وفي تقنيات معينة بيقولوا لك أنت بتشوفي الأندرتون تاع بشرتك، إذا هو جاي على الوارم تونز ممكن تنقي الألوان اللي بتكون شوي دافية، إذا بتكون الأندرتون تاع بشرتك على ألوان باردة لازم تختاري الألوان الباردة. فهاي يمكن التكنيك البيسك، ولكن طبعا الستايلست ممكن يفيدوك هذا الشيء أكثر، يمكن يعطوكي تقنيات محددة أكثر. طيب هاي كلها رح تكون مكلفة سوزان، إذا أنا اشتريت وجربت وما ناسب جسمي تركته واشتريت وجربت وهكذا، أو أروح لستايلست، هاي كلها رح تكلف ماديا. تمام. من غير تكلفة مادية للمرأة البسيطة اللي ما تعمل، للمرأة جالسة بالبيت، نصيحتك إلها ما هي؟ نصيحتي إلها يمكن إذا لبست الإشي هي بتحبه
وبين عليها انها حاببته، يعني ما اعتقد حدا حيشوفها مو طالعه حلوه فيه. انا هيك برايي يعني. وممكن هي تعمل الريسيرش. انا شخصيا بعمل ريسيرش اونلاين دائما وبدور على الشيء المناسب الي اكثر شيء. طيب وقتنا انتهى. طيب سؤال اخير، ابرز الحضور في باريس من كان؟ ممكن دائما بوجه النظر على الفرونت رو، لانه مو بس الازياء هي المهمه مين عم بحضرها. ممكن نحكي نادين نسيم جيم كانت عم تحضر لإلي صعب، هي اوليفيا باليرمو، كمان كيت هادسون كانت عم تحضر لفالنتينو، مين كمان، ريتا اورا كانت عم تحضر لشانيل، وويل سميث بنته لويل سميث كانت عم تحضر لديور. شكرا جزيلا لتواجدك معنا ولكل هذه المعلومات. حدثتنا مصممة الأزياء سوزان السعدي، عضوة في مجلس دبي للتصميم والأزياء. شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. بحضور نحو 70,000 متفرج، البرازيليون يحتفلون بكرنفال ريو دي جانيرو السنوي. نتابع. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة برنامج اليوم. إن شاء الله كانت حلقة مفيدة للجميع، ويمكنكم دائما الاطلاع على كل الأخبار اللي أوردناها بالبرنامج على موقع أخبار الآن الظاهر أسفل الشاشة. ترقبونا بيوم جديد ولقاء جديد يوم غد بإذنه تعالى. من الآن وإلى يوم غد أتمنى لكم أوقات سعيدة، في أمان الله.